السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي السنتوريون. اليوم سنحضر وصفة السمن المغربي والذي نستعمله كثيرا في الطبخ المغربي. في هذه الوصفة سأحضر السمن ب 500 غرام من الزبدة، يمكنكم عمل أكثر أو أقل حسب الرغبة. أولا سنحضر شراب بكأس ماء وملعقتين كبيرتين من الزعتر. بعد الغليان نتركه على النار لمدة 5 دقائق، ثم نغطي الإناء ونتركه يبرد. يستحسن وضع ماء الزعتر بالثلاجة لكي يبرد جيدا. لهذه الوصفة استعملت الزبدة العادية المتوفرة في الأسواق، ولكن يستحسن استعمال زبدة طرية محضرة بحليب البقر الطازج والكامل، ولكن بما أنه يصعب علي اقتناءه سأستعمل هذه الزبدة. نشطف الزبدة بالماء البارد عدة مرات إذا لزم الأمر لإزالة كل الحليب المتواجد فيه. نلاحظ أن الزبدة التي استعملتها لا تحتوي على بقايا حليب، إذن أشطفها مرة واحدة فقط. إلى ماء الزعتر أضيف ملعقتين كبيرتين من الملح، أمزج جيدا لكي يذوب، ثم أضيفه إلى الزبدة وأمزجه بها جيدا. نترك الخليط ليرتاح لمدة نصف يوم على الأقل. بعد ذلك نخرج السمن من ماء الزعتر ونضعه في زجاجات نظيفة وجافة. نحاول قدر المستطاع إزالة كل الماء من السمن لتجنب تعفنه. نرج الزجاج على هذا الشكل، هذا سيساعد على إخراج بقايا الماء على السطح ليسهل إزالته. ننظف الزجاجة جيدا ونحكم إغلاقها، ثم توضع في مكان جاف ومظلم لمدة شهر على الأقل لتصبح جاهزة الاستعمال. شكرا على المشاهدة، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم وأعجبكم. لا تنسوا وضع جيم وأن تتبادلوه بينكم وأن تشتركوا على قناتي للمزيد من الوصفات. شكراً.